الأجهزة والقياس، اللي هو الـ System of Units، نظام الوحدات. أول شيء بنظام الوحدات أكو الجوانب الرئيسية للطريقة العلمية، اللي هي القياس الدقيق والتحليل والصياغة. لكن يجب أن ننتبه إلى ملاحظة مهمة، أنه هو من الأولى والأهم هو أن تكون القياسات دقيقة بالنسبة لنظام الوحدات. الميجرمنت اللي هي القياس، القياس هي العملية اللي يمكن من خلالها تحويل الوحدات الفيزيائية إلى أرقام ذات معنى. الانسترومنت، الأدوات، يمكن تعريفه على أنه جهاز لتحديد قيمة أو حجم، كمية أو متغير. هذا فيما يخص التعاريف الثلاثة للسيستم يونت والميجرمنت والانسترومنت. طبعا هو هنا من الشغلات الأساسية أنه يكون عندنا الكل نوع أكو بيه وحدات، والوحدات هنا أكو وحدات أساسية ووحدات أصغرية أو مشتقة. هنا هذا الموضوع راح يعتمد على المكان اللي بدنا نعمل به، هل هو من ضمن الوحدات الأكبرية أو الأصغرية. وبدون يعني إذا أعطيت أنا اليوم رقم بدون وحدة، هذا معناتها أنه ما استفادينا من هذه القيمة. إذا قلت مثلا على سبيل المثال رقم 3، هل هو 3 متر، 3 فولت، 3 أمبير، بدون الوحدة ما أكو فايدة من القيمة اللي نتكلم به. نجي على موضوع Fundamental and Derivated Unit، يعني الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة. لقياس أي شيء مجهول لازم يكون عندنا معيار أو وحدة مقبولة معياريًا اللي يتم التقييم على أساسه. نظرا لوجود مئات الكميات أو آلاف ومئات الآلاف من الكميات المختلفة اللي يطلب من الإنسان مثلا قياسها، فلازم عندنا بالمقابل المئات أو الآلاف أو مئات الآلاف من الوحدات القياسية المختلفة اللي تكون مطلوبة عندنا. لكن هذه هي يعني القضية، مو القضية الأساسية. القضية الأساسية عندنا هو اختيار، في حال أنه كان عندنا العدد صغير لازم تكون عندنا كميات أصغر، ولازم تكون هذه الكميات الأصغر أو المشتقة أيضا من ضمن المعايير الأساسية. يعني مثلا من ضمن الوحدات الأساسية اللي تسمى مثلا الوحدات المنشقة أو المشتقة من الأساس، تتشكل هذه الوحدات المشتقة بطرق رياضية، وهي أما بعملية ضرب أو قسمة الوحدات الأساسية حتى نحصل على الوحدات المشتقة أو الأصغرية. طبعا الوحدات الأساسية هي الأكثر شيوعا والمستخدمة أكثر من يعني مثلا خلينا على سبيل المثال نجي نقول مثلا وحدات الطول، وحدات الكتلة، وحدات الوقت إلى آخره. فيتم تمثيل هذول الوحدات قياسات وكميات فيزيائية معينة في تخصصات الحرارية والكهربائية إلى آخره من المواضيع. هنا أنا بهذا الاشتقاق أنا بس حبيت أوضح لكم أنه كل وحدة أكبرية أو أساسية ممكن تشتق إلى وحدات صغيرة. يعني مثلا بالبداية احنا جبنا مثال على موضوع الفولت. الفولت هنا شو يسوي لك؟ يسوي لك الورك دون على التشارج. الورك دون اللي هو الوحدة مالت الجول، والتشارج هو كولوم. إذن هنا عندنا جول أوفر كولوم. بينما لو نلاحظ بعد الاشتقاق الكلي شو راح يساوي عندنا الفولت؟ يساوي عندنا الكيلوغرام في المتر تربيع على الأمبير في السكند تكعيب. هذا هنا أنا بس حبينا نوضح أنه كل وحدة من الوحدات الأساسية ممكن تشتق إلى أكثر من وحدة،
صغير. نجي إلى هذا الجدول الأول. الجدول الأول اللي يبي معظم أو الأكثر شيوعا، الوحدات الأكثر شيوعا اللي نستخدمها مثلا بالطول نستخدم الوحدة مالتها متر والمختصر مالتها ام، بالكتلة اللي الوحدة مالتها الكيلوغرام اللي هو الكي جي الرمز مالته، الوقت الوحدة مالته هو السكند، الاس الالكتريكال كارنت التيار الكهربائي اللي هو الوحدة مالته الامبير، والمختصر مالتها هو اي او السامبل مالتها، الثيرموديناميك تمبرتشر اللي هي الدرجة الحرارية الديناميكية، الوحدة مالتها كلفن والمختصر مالتها كي، اللومينوس انتنسيتي اللي هي شدة الإضاءة يستعمل الإضاءة، الوحدة مالتها هي كانديلا والرمز مالتها هي السي دي. هذا الجدول الثاني اللي راح يشوفنا ايضا الوحدات بس باشكال مختلفة، يعني مثلا الطول اللينث المختصر مالته هو ال، ممكن ينحسب او يقاس بالفيت او بالسنتيمتر او بالمتر، الماس اللي هي المختصر مالتها ام ممكن تقاس بالجرام او بالكيلوغرام او الباوند، التايم الوقت ممكن الرمز مالته هو تي يقاس في كل الاحيان بالسكند، كرينت التيار اللي هو الاي مختصر مالته الرمز مالته هو الاي ام بي. هنا المالتيبلز اند سب مالتيبلز اوف يونت، يعني المضاعفات والمضاعفات الفرعيه للوحدات. هنا يتم تقسيم الوحدات الى وحدات فرعيه مثل ما قلنا انه الاكبريه للاصغريه لغرض قياس كميات الصغرى من الوحدات نفسها، بالإضافة إلى ذلك تم تسمية تحديد مضاعفات الوحدات بحيث يتم تسهيل قياس الكميات، وكما مبين هنا عندنا بالجدول، يعني مثلا نجي ناخذ الكيلو اللي هو الكي، الكيلو مثل ما نعرفه احنا هو ألف في يصير 10 أس 3، الميجا اللي هو مليون راح يصير 10 أس 6، والجيجا 10 أس 9، والتيرا هو 10 أس 12، وهكذا الميلي والمايكرو والنانو والبيكو كل واحد يعني اما يزيد الموجب الاس عفوا او يصير بالماينس الاس. فهذا هنا هي من تجي عليها هي نفسها كلها، مثلا خلينا نقول هنا كيلو بايت، مثلا بدنا نحكي على البايت، الكيلو بايت هو نفسه، يعني هنا الكيلو بايت صار عندنا ثلاث يعني الف بايت، الميجا بايت صار عندنا مثلا مليون بايت، وهكذا صعودا ونزولا بالنسبة للوحدات. لهنا أنا هذه المحاضرة الأولى يعني أتممناها، هي محاضرة بسيطة جدا تتكلم عن نظام الوحدات، ونروح على المحاضرة الثانية اللي هي تتكلم عن الستاندرد أوف ميجرمنت، يعني معايير القياس أو القياسات المعيارية. أول شغلة القياسات المعيارية هو تماثل مادي لوحدة القياس، يعني يتم تحقيق الوحدة بالرجوع إلى المعيار والمواد والظواهر الطبيعية والثوابت الفيزيائية. يصنف هنا معيار القياسات حسب وظيفتها وتطبيقها، يعني مثلا عندنا هنا 4 أنواع من المعايير، المعايير الدولية الانترناشونال ستاندرد، والمعايير الأولية أو الأساسية البرايمري ستاندرد، والمعايير الثانوية اللي هي secondary standard، والworking standard اللي هي معايير العمل. هذه هسه نبلش بيهم واحد واحد نشرحهم بصورة سريعة. المعايير الدولية يعني هذه اتفاقات دولية تصير انه تمثيل وحدات معينة من القياسات الأقرب دقة ممكن، وهذه غير متوفرة بصورة عامة للمستخدم الاعتيادي، ويتم حفظها في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بأمريكا. النوع الثاني اللي هو البرايمري ستاندرد، يتم الحفاظ على هذه المعايير الأساسية
من قبل المختبرات المعايير الوطنية اللي هي الـ MBS مكتب الوطني للمعايير بأمريكا، والـ MPL مختبر الفيزياء ببريطانيا. هذه المعايير تمثل طبعا الوحدات الأساسية مثل ما قلنا، بعض المشتقات الكهربائية والميكانيكية. بالنسبة للمعيار الثالث اللي هو السكندري ستاندرد، هذه تسمى المعيارات الثانوية أو المعايير الثانوية المستخدمة في قياس المختبرات الصناعية، يتم الحفاظ عليها في الصناعات يعني معينة، مو كل الصناعات، وممكن أنه يقومون بخزنها أو الاحتفاظ بها بالمختبرات المعايير الأساسية على شكل دوري، حتى يقومون بالمعايرة مع يعني بشكل دوري. أقصد أنه كل فترة من الزمن في حال أنه استجد موضوع ما، ممكن أنه يراجعوها ويقارنوها مع المعايير القديمة وأيهما أصح في حال أنه تم استحداث موضوع ما. بالنسبة للموضوع عفوا الوركينج ستاندرد اللي هو المعيار الأخير، المعيار الأخير هي لمختبرات القياس، تستخدم لفحص ومعايرة أدوات المختبرات العامة للتأكد من دقتها وأدائها وتنفيذها. قد يستخدم معيار العمل في قسم مراقبة الجودة المصنع للتحقق من معدات الاختبار. نجي هسه إلى موضوع الالكتريكال ستاندرد، يعني المعايير الكهربائية. أول واحد من هذول المعايير الكهربائية اللي هو الأبسوليوت أمبير أو الأمبير المطلق. الأمبير المطلق هو هذا International System of Units، يعني معايير الوحدة الأساسية اللي يعرف بالـ SI، يعرف بنظام الوحدات الأساسي للتيار الكهربائي، وخاصة التيار المستمر اللي يمكن الحصول عليه من خلال موصلين متوازين مستقيمين بطول لا نهائي مثل ما موضح هنا عندنا بالصورة، ومقطع عرض دائري 1 متر متباعدان في فراغ. تتكون بين هذه الموصلات قوة تساوي 2×10^7 نيوتن على متر. طبعا يتم تعريف الامبير الدولي بانه هو التيار الناتج من رواسب الفضة بمعدل 1.11 ملغرام على ثانية من محلول نترات الفضة القياسي. تم استبدال الامبير الدولي بالامبير المطلق اللي تم تحديده بواسطة الريلي كارينت بالانس. القوة المؤثرة طبعا هنا عندك انت القوة المؤثرة على اللفات المتحركة او اللفات الاسلاك المتحركة اللي ما نسميه احنا الكويل، ويكون قياسها بواسطة هذه المعادلة. هذه المعادلة اللي هي تعرف لنا انه الاي هو الكارينت تيار بالامبيرية بالسيريس كويل، والام اللي هو يعرف بانه الحث المتبادل للفات، والاكس هو يعرف انه عناصر الطول وطول محور اللفات. هذا فيما يخص موضوع الامبيرية واستخراجه. في حالة انه اردنا نطلع النسبة مالته، هو لازم نطبق من هذا الرسم. عندنا احنا اذا تلاحظون عندنا الكويل هنا المتحرك، وهذول في الاعلى والاسفل الكويل الثابت. فاذا نريد نطلع النسبة مالتها، لازم نقسم الراديوس مال الكويل الثابت على الراديوس مال الكويل المتحرك. نيجي بعدها الى ريزيستنس ستاندرد اللي هي معايير المقاومة. هنا يتم تنفيذ القياس المطلق للأوم من قبل المكتب الدولي للأوزان والقياس اللي هو يعرف ب الـ MBS، ومن قبل مختبرات المعايير الوطنية.
طبعا الستاندرد مال المقاومة هو 1 أوم. هنا المقاومة أو القياس المقاومي هو لفائف الأسلاك تكون من سبائك مثل المنغنين اللي هي سبيكة من نيكل النيكل والمنغنيز والنحاس. هذا إلى مقاومة كهربائية عالية. هنا معامل درجة الحرارة يكون منخفض. طبعا مثل ما تشوفون هنا بهذه الصورة انه لازم يكون المقاومة موضوعة بغرفة معزولة او يعني حاوية مغلقة او معزولة، لانه هنا التغيرات الحرارية في حال ازدادت الرطوبة راح يسبب هنا يعني تغيرات في قراءة المقاومة، ولهذا لازم توضع بغرفة معزولة. طبعا معايير العمل ومعايير الثانوية متوفرة هنا في بعض الأدوات، ممكن انه نقيم مضاعفاتها بما انه اخذنا انه هي 1، المقاومة هي الأساسية 1 أوم. ممكن ناخذ المقاومات الاضعاف مالتها اللي هي مثلا 10 أوم. بالنسبة للفولتج ستاندرد معايير الجهد، طبعا كان يستخدم الجهد الكهربائي اللي يعتمد على الخلية الكهروكيميائية، تسمى بالخلية القياسية مشبعة أو خلية قياسية، أو تسمى أيضا خلية ويستون المشبعة. تحتوي خلية ويستون على قطب كهربائي من الزئبق والإلكترود السالب والكاديوم ملغم المنحل بالكهرباء، وهو محلول كبريتات الكاديوم. توضع هذه المكونات بوعاء زجاجي يشبه حرف ال H. طبعا عندنا احنا هذا هو الوعاء الزجاجي، وهذا الكادميوم اللي موجود بيها، وهذا الكادميوم اللي تلاحظوا هاي مبين موضح عندكم هنا بالصورة. عندنا نوعين احنا اصلا من الخلية، عندنا الخلية المشبعة والخلية الغير مشبعة. الخلية المشبعة بها تباين بالجهد بحوالي ناقص 40 فولت لكل 1 درجة مئوية، بينما الثانية النوع الثاني اللي هو الخلايا الغير مشبعة، هذه تعتمد على معامل الحرارة بالغرفة أي الدرجة الاعتيادية، لكن هنا تكون مشبعة بدرجة حرارة 4 درجة مئوية. الكاباسيتنس ستاندرد اللي هي المتسعة الكهربائية وحدتها هي الفاراد، ويمكن قياسها بواسطة الماكسويل كوميتد بريدج، يعني نقدر نسمي الجسر المنعكس لماكسويل. ممكن هنا نحسب المتسعة من ذراع الجسر المقاوم وتردد التيار المتذبذب. يعني هنا مثل ما موضح عندنا بالرسم هذا، انه هنا هذول المتقابلين راح يكونون بجهة، وهذول المتقابلين ايضا في جهة ثانية، حسب ما متوضح هنا عندنا بهذه المعادلة. طبعا البريدج ان شاء الله احنا راح نتطرق له بالمحاضرات القادمة وناخذه بالتفاصيل، بس اليوم هيك بس حبينا انه ناخذ فكرة عنه. الاندكتنس ستاندرد المعايير الحث، هاي معايير ممكن انه نشتقها من معايير الحث الاساسي او من الاوم والفاراد، بدلا عن المحاثات الهندسية الكبيرة المستخدمة في تحديد القيمة المطلقة للاوم. طبعا عمل الحث المعياري تجاريا متوفر على نطاق واسع، وتكون القيمة العملية الثابتة والمتغيرة نفس القيمة، يعني الثابتة والمتغيرة هي لها نفس القيمة. النوع الآخر اللي هو النوع الأخير من المعايير اللي هو الـ IEEE standard، اللي هو الـ Institution of Electrical and Electronic Engineering Standard. هذا النوع مختلف شوية عن المعايير، هذا يتم نشره وصيانته بواسطة هذا المعهد نفسه
اللي هو المعهد Institution of Electrical and Electronic Engineer. هذا المعيار مو يعني الوحدات الأساسية مالته هي مو عناصر مادية وفيزيائية متوفرة للمقاومة والتحقيق بيناتها، وإنما هذه إجراءات القياسية، يعني تشمل شكو فتشي ينقاس إلكترونيا ممكن أو كهربائيا. هذه المجموعة أو هذا المعهد عنده مجموعة كبيرة من المعايير تختبر طرق الفحص، مثلا تقييم أنظمة، المكونات الأساسية الإلكترونية أو الكهربائية المختلفة. ويعني مثل هذين الطرق، واحدة من الطرق هذني الطريقة القياسية لاختبار وتقييم المشتقات. ثانيا، يعالج الـ IEEE معايير تحديد معدات الاختبارات هل هي جاهزة أو لا، مثل نعطينا مثال هنا راسمة الذبذبات، هنا يحدد ضوابطها ووظائفها ودقتها ووحداتها، يعني كل التفاصيل المعنية بها. أيضا عندك النقطة الثالثة، يكون من ضمن الشغلات اللي متعلقة بهذا المعهد يعني يقيس سلامة الأسلاك لمحطات الطاقة، مثلا المباني الصناعية. وذكرنا من أهم المعايير اللي هو IEEE 488، هذا طبعا هو واجهة رقمية للبرمجة وأدوات الاختبار وغيرها من المعدات. هذا فيما يخص المعايير هذه المحاضرة الثانية. في حال أي أحد من الشباب عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يتواصل وياي على الخاص من خلال جوجل كلاس روم أو من خلال ممثلكم بالشعب. أي شيء أنا حاضر. هذا مثل ما فهمتكم أنا ووضحت لكم بالبث المباشر، أنه هذه هي مجرد أنه ناخذ فكرة عن التفاصيل الأساسية من الوحدات والمعايير، حتى لما ندخل إن شاء الله بالمادة أكثر عمق نكون إحنا فاهمين والصورة عندنا واضحة شنو اللي شغلات اللي بدنا ناخذها. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.